الرئيس التقى على هامش الجمعية بعدد من رؤساء الدول في لقاءات ثنائية خلال الأيام الثلاثة اللي فاتت. أهم اللقاءات دي كان مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، وبكرة إن شاء الله هيلتقي بعدد آخر من الرؤساء والزعماء، في مقدمتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء الإيطالي. بعيداً عن طيب إحنا معنا اتصال، هنتوقف قليلاً. معنا على الهاتف أستاذ علاء حيدر، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ علاء مساء الخير، كل سنة وأنت طيب. مساء النور. قضيت العيد في نيويورك ها؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيب، وكل سنة والمصريين طيب. والأمة العربية والإسلامية طيب. كلها بخير. أنا عايزك تطمني على مسار الأحداث، أهم اللقاءات وخاصة اللقاءات اللي جت على هامش القمة. يعني أنا عايز أقول أولاً إن المصريين النهاردة يعني في الخارج في الولايات المتحدة عملوا مبادرة في منتهى الجمال، هي يعني بتعكس قد ايه هم بداوا يفكروا جديا في مساعده مصر، وليس فقط ان عندما ياتي الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا او تاييدا للرئيس او تاييدا لثوره 30 يونيو كان هناك وقفات، لكن دي جميله جدا وبيرفعوا الاعلام المصريه وكانت منتشره في كل حته هنا في نيويورك. لكن الاهم من كده ان الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج اللي هم ابناء المهاجرين من الجيل الثاني والثالث اللي هم بيبتعدوا عن مصر، حتى كثير منهم بدأ يمكن يتحدث اللغة العربية بشكل جيد. تقديرا لثورة 30 يونيو أطلقوا النهاردة مبادرة في غاية الأهمية، وهي النهوض بالصحة المصرية أو بالمستشفيات الحكومية المصرية. أطلقوا مبادرة النهاردة الجيل الثاني والثالث تحت شعار الجيل الثاني والثالث ينهض أو يساهم في النهضة في نهضة المستشفيات الحكومية. طلبوا بأن يكون كل مصري في الولايات المتحدة يتبرع بعشرة دولارات لكي يقوموا بالنهوض بالمستشفيات المصرية في مصر الحكومية. ومش بس كده، عملوا اتفاقيات مع كثير من المنظمات التي تعمل في مجال الصحة هنا في أمريكا على أن يتم إرسال أطباء أمريكيين إلى مصر للمستشفيات الحكومية يقوموا بعمليات للمرضى المصريين، عمليات جراحية للمرضى المصريين من جهة، ومن جهة أخرى يقوموا برضو بنقل خبرتهم إلى الأطباء المصريين. ما هو ده مؤشر مهم جدا اذا سمحت لي يا استاذ علاء، لان هو بيدينا رؤيه واضحه انه المصريين وخاصه الجيل الثاني والثالث، وده في منتهى الاهميه، هم صحيح عايشين بره وحياتهم كلها بره، لكن عينهم على الشان المصري الداخلي ونفسهم ان هم يقدموا ان هم يساهموا في اي حاجه. يعني المساله مش عشان هو سافر خلاص الموضوع اتنسى بالنسبه له، لا، ده ملم بما يحدث في الشان المصري الداخلي، وده مساله غايه في الاهميه. يعني مازال في ارتباط وثيق ما بينه وبين مصر، وهم قالوا كده احنا مش هنكتفي فقط بالتأييد الشفوي لمصر في المرحلة دي، في مرحلة، لكن هنكتفي دلوقتي سنبدأ في معالجة النقاط الضعف التي بتعاني منها مصر والصحة والتعليم. هنبدأ بالصحة، ان هم يدركون ان الصحة في مصر طبعا بتعاني، لا سيما المستشفيات العامة، يدركون ان المستشفيات الخاصة لديها من يصرف عليهم، لكن هي المشكلة بالنسبة لهم المستشفيات العامة. كانت بالفعل مبادرة جيدة للغاية النهاردة. طبعا احنا دلوقتي لسه خارجين حالا دلوقتي قدامنا كرئيس وزراء اثيوبيا، خرج امامنا دلوقتي من الطعن من عند الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث بتفاؤل كبير جدا، قال لك ان درسنا طبعا المشاكل الفنيه بالنسبه لفرد النهضه، وانه يعني نحن بصدد حل اي مشاكل. دي كانت مهمه جدا. وامبارح كان رئيس وزير خارجيه اثيوبيا كان شارك في الاجتماع اللي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتغير المناخ، لان هو رئيس لجنه تغير المناخ الافريقي، رئيس عبد الفتاح رؤساء التغير المناخ في افريقيا، وتحدث وزير الخارجيه معانا، كنا متواجدين معاه، وقال انه احنا اخوه، احنا ومصر اخوه، ولن نقبل ان ننزل اي ضرب لمصر. بس قال وقالها باللغه العربيه، كانت جميله جدا، احنا قصدنا الاخوه وليس الاخوان، في اشاره طبعا الى الجماعه الارهابيه الاخوان المسلمين. فكانت في منتهى الاهميه. ده نتيجه ان مصر بدات تهتم بالافارقه، لابد ان نهتم بالافارقه. مصر شفنا الاجتماع بتاع امبارح، فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يكون المدافع عن الدول الافريقيه فيما يتعلق بارتفاع درجه الحراره وما ينزل بالبيئه من ارتفاع درجه الحراره. دكتور خالد فهمي كان ليه تصريحات مهمه يا استاذ علاء في هذا الشان، هو اتكلم عن قبول مبادرات كثيره جدا وبروتوكولات تعاون ما بين مصر ودول عديده ومن اهمها دول افريقيه من اجل ظاهره تغير المناخ وغيرها، الاحتباس الحراري او الاحتباس الحراري. هي افريقيا لا تدمر البيئه الا بنسبه 3%، في حين ان الدول الصناعيه بتدمر البيئه بنسبه 85%. ولذلك طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي
ان يكون يعني الدول الافريقيه كيف الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يكون المتحدث باسم الدول الافريقيه فيما يتعلق بمكافحه ارتفاع درجه الحراره. وبالفعل الرئيس طلب الدول الصناعيه الكبرى التي تتسبب في تلوث البيئه دولار اولا للطاقه الجديده والمتجدده، لان طبعا عندما يكون هناك طاقه نظيفه مثل طاقه الشمس طاقه الرياح بتقل الانبعاثات الحراريه وبتقل درجه حراره الجو، لان يعني عارفين ان احتراق البترول او احتراق الغاز او احتراق الفحم هو الذي يؤدي الى ارتفاع درجه الحراره في الجو، وهو ده اللي بيؤدي الى ذوبان الجليد تمام في القطب الشمالي. مصر يمكن متضرره من حاجتين، كانت افريقيا متضرره من الامطار بدات تتغير موسمها او تقل، وطبعا هذا بيؤثر على الغابات في افريقيا، لكن مصر بتتضرر من حاجتين. نمره واحد ان ممكن مع الوقت مع ارتفاع منسوب درجه مع منسوب المياه بسبب ذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي ان يرتفع في تهديد للدلتا طبعا البحر وتؤدي الى اختفاء الدلتا، يعني ممكن الدلتا تتعافى للدلتا وهي اهم منطقه عندنا التي يعيش عليها المصريون. نمره واحد. نمره اثنين برضو انه عندما يتم ذوبان الجليد ممكن ان يكون هناك طريق بديل لقناه السويس خاصه في الصيف، لان عارفين ان الصيف منطقه ذوبان الجليد قد ممكن يستخدم الدول الشماليه زي روسيا وزي السويد والنرويج والدنمارك، والدول اللي عايشه في الشمال ممكن تستخدم ذوبان الجليد في كممر نهي بديل لقناه السويس في الصيف. ولذلك هو الرئيس عبد الفتاح السيسي يدركون انه هو القادر على ذلك، قادر على ان يحمي افريقيا، ولذلك تم تطويره امس من قبل الدول الافريقيه لكي يقوم بهذا الدور، وهو جمع يعني دفع الدول الغربيه والدول الصناعيه على انها تمول اول حاجه الطاقه الجديده والمتجدده، ونمره اثنين تداعيات محدثه الدول الافريقيه. وسيكون هناك قمه للتغير المناخي في فرنسا، ورئيس عبد الفتاح السيسي افريقيا كلفته بان يحضر في هذه القمه في فرنسا في 30 نوفمبر واول ديسمبر ليكون المدافع عنها في هذا الاطار. وده بقى اللي خلى الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يدافع عن افريقيا، فكانت النهارده شفنا رد فعل رئيس وزراء اثيوبيا وامبارح وزير خارجيه اثيوبيا برضه، لان احنا لابد ان ندرك ان في نهايه المطاف ان الافارقه ان المياه يجي من مين؟ صحيح هو بيعدي في مصر، لكنه في نفس الوقت هو بياتي من الدول الافريقيه، بياتي من اثيوبيا معظمه تمام. طب استاذ علاء، انا عندي موضوع مهم برضو كنت عايزه اسال حضرتك فيه. يعني انا اعتقد انه كان في استقبال حافل للرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، ولكن استقبال نيويورك والاوساط الدوليه لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصه بما يتعلق بثلاث نقاط مهمه يمكن كان ادلى بتصريحات عنها، سواء ملف الارهاب او القضيه الفلسطينيه او كمان ملف حقوق الانسان، اعتقد ان هي يعني لاقت ترحيب كبير من قبل الحضور. بصي، اول حضرتك اول ترحيب كبير هو عدد الهائل من الزعماء الذين يطالبون بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني كل يوم النهارده كم هائل من الرؤساء النهارده قابل النهارده واحنا واقفين دخل صدر، كنا واقفين امام القاعه اللي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مستنيه رئيس الوزراء هو اللي دخل معاه، كنا واقفين برضه قدام رئيس السنغالي دخل معاه، كنا مستنيين قدام رئيس وزراء اثيوبيا دخل معاه. عايز اقول لحضرتك النهارده بس في الفتره دي غير ما التقى به خلال مأدوبه الغداء طبعا اللي اقامها الامين العام للامم المتحده تحت بان كي مون، وحضرها الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند بوصف رئيس التغيير المناخي الدولي ورئيس بيرو الرئيس السابق الى جانب بان كي مون. طبعا مهم جدا تحدث هنا لاول مره يدركوا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث العام الماضي وتحدث عن الارهاب كانوا لا يدركون ان الارهاب ممكن ان يطال اوروبا، على الاقل حتى لو قلت نسبه الارهاب بالنسبه للعمليات الارهابيه، لكن تاثيرها عن طريق المهاجرين، اصبحت مشكله تسبب مشكله كبيره جدا للدول الاوروبيه، وادركوا انه لابد ان يكون هناك كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي استقرار في المنطقه حتى لا يهرب او حتى لا يكون هناك لاجئين يعبرون البحر ويتجهون الى الجانب الاخر من البحر المتوسط الى الدول الاوروبيه، فكانت دي مهمه جدا. برضه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال حاجه مهمه جدا ان الارهاب لابد ان يتم مواجهته بطرق عديده، طيب بالطرق الامنيه والبوليسيه، لكن في نفس الوقت لابد ان يواجه كمان رفع مستوى معيشه الدول في الشمال في الدول الجنوب، ولا يتم استغلال هذه الدول ومواردها بدون ان يكون هناك مسانده لها. الحاجه الثالثه المهمه جدا لابد ان يتم ايضا حل القضيه الفلسطينيه، ويرى ان القضيه الفلسطينيه بقاها بدون حل بتبقى نوع من انواع بيستغلها البعض لانها قضيه مشروعه للشعب الفلسطيني الذي تم طرده من بلاده لابد ان يكون له بلد، لكن البعض يستغل هذه القضيه ويجند بعض الاشخاص لكي يقوم بالعمليات الارهابيه ضد دول غير اسرائيل. يعني للاسف الشديد ان اسرائيل اصبحت هي الدوله الوحيده اللي عايشه في امن وامان في المنطقه، ولذلك هو بيطالب بان يكون هناك حل للقضيه الفلسطينيه حتى لا يستغلها البعض في ضرب دول اخرى غير الدوله المحتله.
دي كانت مهمه جدا برضو في تمام. انا عايز اقول بالنسبه برضو لحقوق الانسان تحدث عن المراه، وطبعا كل هنا يدرك ان المراه كان لها دور كبير في نجاح ثوره 30 يونيو، لان المراه كانت لا تريد ان تعود ثاني الى القرون الوسطى لو كانت الجماعات الارهابيه يعني تمت لحكمها. تمام، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على هذه الإفادة، وهنفضل في متابعات مع حضراتكم في فعاليات هذه الدورة.